أسس معهد الفنون الجميلة بالبصرة سنة 1975، وإحنا هسه ب2011، يعني بيننا وبين تأسيسه صار 36 سنة. وهذا الزمن مو عادي على ظروف مرت بيها البصرة من حروب طويلة، واللي نتج عنها إن العديد من الأساتذة والخريجين هاجروا البلدان مختلفة. معهد الفنون الجميلة بعد 2003 هجر بداخل الوطن، انتقل لبناية متوسطة، وبعد مطالبات انطوهم بناية خلف البهو، وبالنتيجة راح المعهد أبو الذكريات، وراح المتذكرون وراء نوافذ الانترنت يجتمعون من كل دول العالم ويبنون معهدهم الحلم بس على صفحة موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك. وهنا الجميع احتاجوا يتواصلون مع سيدة ما تقدر تتواصل على الفيسبوك، هي أم عباس عاملة المعهد. أستاذ عباس وخلود، الفيسبوك بالنسبة لأم عباس عالم دهشة جديد، صنعوا الأبناء أبناء معهد الفنون الجميلة اللي غادروا المعهد من أكثر من 25 سنة. الأبناء بنوا معهدهم من جديد بس على صفحة الفيسبوك، يحاولون أن ينتشلون أنفسهم من زمن فرقهم. طبيعة العلاقة بالمعهد تختلف عن طبيعة العلاقات بالمعاهد أو بالإعداديات أو حتى بداخل الجامعة لسبب رئيسي، وهو أنه طبيعة الدراسة في معهد الفنون الجميلة دراسة إنسانية بحتة تدخل في عمق الإنسان وسلوك الإنسان وتفاصيل الإنسان وأخلاقيات الإنسان. لذلك كانت طبيعة العلاقة بين الطلبة مع بعضهم وبين الأساتذة والطالب الآخر وبين الأساتذة مع بعضهم أيضا كانت علاقة حميمية، علاقة إنسانية. عدا هذا أم عباس ذاكرة العقود من الزمان تخرجت به العشرات من الدورات. وليداتي يقول لك هذول ربيتهم على إيدي طبعا وحبهم وما فارقهم. من أول ما أجيت تأسيس المعهد هي نمت ويانا ويا نمو المعهد، المعهد يتطور هي تبقى على حالها. احنا نسميها موناليزا المعهد، ليش؟ لأنه يعني هي هاي حتى ابتسامتها الجميلة رغم كل الأحداث اللي تمر بها تبقى هي ابتسامتها نفسها، ويبقى حالة الطيبة والبساطة والطيبة الحقيقية يعني موجودة بها يعني. وإنما هي أصبحت مثل المرأة الحاضنة